السلام عليكم. الموقع ده بديل للفوتوشوب ويتميز بأن هو فيه ذكاء اصطناعي. بنلاقي فيه إن أنت تقدر تاخد صور جاهزة تمبليت تقدر تحطها وتعدل فيها، تقدر تعمل سيلكت على أي تكست وتعدل عليه عربي أو إنجليزي مش هتفرق. تقدر تلاقي كذا تمبليت تعدل فيه بسهولة، تقدر إن أنت تكتب تكست زي ما أنت عايز، تقدر إن أنت تحمل صور أو تختار صورة معينة تحطها أيكون شيبس أشكال أبلود، تحمل مع الجهاز بتاعك خلفيات جاهزة، ليرات تقدر تتحكم في الليرات تخفي وتظهر أي ليرات أنت عايزها. وتلاقي هنا في الآخر عندك تقدر تضيف أد نيو كيو آر كود، تحط رابط أي حاجة ويعمل لك هو الكيو آر كود بسهولة. هتلاقي هنا AI generated، ده في سيرش، لا أنا عايز هنا، تقدر تكتب أي كلمة وهو يعمل لك الصورة بتاعتها. فالذكاء الصناعي هيقدر يعمل لك الصور كأنك رحت لي موقع زي ستيبل ديفيجن اي اي او موقع الميدجورني. كل عليك ان انت توصف الحاجة اللي انت عايزها، مثلا كارز فلاينج مثلا ان سكاي اي حاجة، وتقول له جنريت، يبدأ يعمل لك الصورة زي ما انت عايز. فاعمل لك صورة بشكل دوت. لو في موقع مماثل عجبكم ياريت تكتبوا في التعليقات.